windowwedding.com هو الويب سايت اللي فيكم تزوروه مشاهدينا وتاخذوا كل التفاصيل حول حفلاتكم الكبيره وخاصه الاعراس، اللايتنج، الديكوريشن، الصور، الفساتين، الفاشن، الثياب وحتى عمليات التجميل، المكياج والشعر، وكله موجود. اليوم تحديدا حنحكي عن عمليات التجميل، بس حنحكي عن الشعر اكثر مع الي سيف من سيف بيوتي كلينيك. صباح الخير الي. صباح النور. حنحكي اليوم عن يعني شغلتين، ازاله الشعر وزرع الشعر بالاماكن طبعا المرغوب يكون فيها شعر اكثر. نعم. انت عاملها العمليه؟ لا انا عاملها. لا بس نوعيه شعر ترقيق. انا بحب شوف اذا بدي هيك حشوره على موضوع، بحب شوف حدا عاملها. اكيد في عنا صور زارع لحتى اشوف كيف بيطلع، كيف بيطلع الريزلتا، واذا ببين انه مثلا في زيح كثير واضح، مبين انه الشعر مزروع. لا هون اكيد صار طريقه شك يعني وبراتيك. كيف بتشكوها؟ بتشكوها كثير جالسه مثلا اذا حدا عنده صلعه من هون وبده يعمل؟ لا بدها تنشك بطريقه عشوائيه، اكيد مش بزيح بطريقه زيح، لانه هيدي الطريقه جديده من دون جراحه، هيدي ما فيها هدر يعني ما بيوقع من اللي حطيناه هون، فاذا حطيناهم بطريقه زيح رح يصير يبين لانه رح يعيشوا كلهم، مشان هيك بنكبهم بطريقه عشوائيه وبرسمه كمان ناتورال ما تكون كثير مبينه. واجمالا ومين بيقرر كيف بيعمل الرسمه على الراس؟ لانه هي كيف تنرسم الغره وكيف يطلع خاصه عند الرجال بتاثر كثير على شكلهم. طبيعي هلا اكيد بيتفق هو الشخص اللي عم بيعمل عمليه مع الحكيم بيرسموه قبل ما يبلشوا الشكل. قبل ما يبلشوا بيتفقوا على اكيد غرته كيف رح تطلع. مزبوط اكيد. اي نعم. خلينا نحكي بالتفصيل عن هالعمليه. هلا بالنسبه لزرع الشعر من دون جراحه، هذا جهاز جديد جايبينه صار له عندنا شي 6 شهور. هيدي اللي حلو فيها انه من زمان كنا نشيل شقفه جلد من الراس من ورا ونحطها على جنب ونشد هالجلده تنخيطها، فهي الطريقه على طول بتترك زيح من ورا. ما كانت مرغوبه، الشباب ما كانوا يعملوها، قليل ما يعملوها، والبنات ما اذا فيها هالقد جروح وفيها الم وفيها جرح بده يجي يشفكوه بعد 10 ايام، كانت ثقيله وصعبه. هلا اليوم هاي الماشينة الجديدة اللي عم نشوفها، هودي الماشينات الهير موفر ازالة الشعر الزايد. نحن بلشنا بالمقلوب، خلينا نبلش فيهم اذا بدي. يلا خلينا نبلش فيهم، حطينا صورهم. ايه الدايود ليزر يلي ازالة الشعر الزايد، هي كنا نستعملها من شي 4-5 سنين. الليزر كانت سكانر، كانت تضرب 6 ضربات سوا، بس كان سبوت تبعها صغير، كانت توجع، مشان هيك كنا نستعملها، ما كان في غيرها وكانت تقنية جديدة. بس من سنتين جددناها. هيدي اللي مش حلو فيها انه كانت توجع، كانك ايام نضطر نعطي بنج للشخص. هالقد. اي نعم. هلا هي الدايود موجوده برا معروفه من 4 سنين. طب قدرنا اقنعنا العالم انه الدايود هي احسن من الاي بي ال بهيدي عبر هي الماشين من ورا نتيجها الحلوه، بس كانت توجع مشكلتها. هلا بطلت يعني عم تقول كانت توجع، هلا بطلت توجع؟ لا اليوم صار في شيء اجدد، بعدها بنستعمل هيدي وبعدها موجوده عندنا، بس عاملين عليها اوفر لانه صارت شوي قديمه. هيدي الجديده الدايود الالمانيه. هيدي بتجي سبوت سايز تبعها كبير حتى قد 6 ضربات تبع هيديك، هيدي كان فيها 6 تضربهم حط بعضهم، حلو فيها كانت تمسح المنطقه، هون فيها سبوت كبير بغطي كل هالمنطقه. والتون دامبلسيون تبعها سريع، يعني مشان هيك الشخص ما بحس بالوجع بقوه. هيدي دايود المانيه اسمها اسكليبيون. نعطي جارونتي عليها مثل هيديك، بنعطي عليها جارونتي من بعد الاربع فور فري على الجسم وعلى الوجه من بعد 6. بس اكيد كمان عم نحكي بالحالتين هودي بشيلوا شعر ما بشيلوا وبر، يعني قد ايه النتيجه بتكون، قد ايه الوبره بتكون سميكه، قد ايه نتيجتها احسن. يعني كل ما كانت اسمك كل ما بتنشال اسرع. هلا بتجد طبعا بتقول انه بتعطي جارونتي بعد الاربع مرات يعني على الشعره مش على الوبره. على الشعر اوكي، بس هو بضل فيه بعد 4 مرات جلسه ليزر؟ إذا شعر لا مبدئيا يمكن يعتز الشخص بهيدي 2 أو 3 ماكسيموم، بينما بالقديم كان يعتز 4 تاني أو 5 تاني. هلا هيدي الماشين آخر وحدة دويتو، هيدي الماشين بعد مش موجودة إلا عنا، هيدي الحلو فيها إنه بتيجي 2 ليزر، صارت نتيجة أداء ل2 ليزر، لأنه فيها ليزر خاصة بالبشرة البيضاء وليزر خاصة بالبشرة السمراء. مش عن كل البشرات زي أكيد، الدايود كانت تشتغل لكل العالم مثل بعضهم، بقى على السمرة ما نسترجن قوي. هيدي الحلو فيها إنه على السمرة صار فيها نستعمل ياج، فيها الياج والبيض بنستعملها الأليكس. والحلو بهالمكان انه بتضربهم مع بعضهم، الجديد فيها انه بتضربهم مع بعضهم، الالكس من زمان موجود والياج من زمان موجود، بس ما كان فيه جهاز يضربهم مع بعضهم. بس ليه بحاجه لما بعض اذا كل وحده لنوع بشره شيء؟ لانه الياج بتشتغل على البشره السمراء والشعره رقيقه، والالكسندري بتشتغل على البشره الفاتحه والسميكه. بقى بس نشتغلهم مع بعضهم صرنا نمشط كل شيء ممكن يكون موجود ونشيلهم، حتى هيدي صارت تشيل قسم كبير من الوبرات. بغطوا كل الاحتمالات الموجوده. طبيعي يعني اللي كان يعمل بالماشين القديمه كنا نشيل سمك معين، الوسط اللي قبلها شوي كانت تشيل ارفع بعد، هيدي صارت تشيل قسم كثير كبير من الرفيع، يعني اللي عمل بهيديك واعطيني جارونتي وقلنا له خلص راحوا الشعرات بعد في الوبرات، بس يعمل بهي بيرجع بشيل قسم كبير من الوبرات. هلا هي الاي بي ال القديمه اللي كنا نحكي فيها، هيدي اللي بيعملوا عليها افراد بالسوق ومن ما كان عنده اياها، بس اكيد في فرق بالنتيجه، هي ما بنعطي عليها جارونتي. وهي الالكتريك بتبقى للبشر للشعره الكثير كثير فاتحه او بيضة
يلي هن الليزرات ما بتشيلهم والاي بي الات ما بيشوفوها، بتنعمل وحده وحده. بس هون عم نحكي وحده وحده، يعني ما فينا نعمل مناطق كبيره، بتعمل مناطق مثل الشوارب، خدود، مناطق كثير محصوره. وهيدي قد ايه بدها وقت؟ في جارونتي عليها هي؟ لا، الالكتريك ما فينا نعد شعرات، مشان هيك ما فينا نعطي جارونتي. يعني بمختصر، الشخص اذا شعرته كثير فاتحه وبيضاء، الالكتريك اخر خيار. هلا بس تسمك شوي في دويتو، دويتو اخر وحده اللي هي دبل ماشين، هيدي بتشيل قسم كبير من الوبر والشعر اكيد بتنهيه. واللي قبل الاسكليبيون الالمانيه بتشيل قسم كبير مش عاطل، كمان بنعطي جارونتي عليها. واخر وحده القديمه السكانر ما بنقدر نعطي جارونتي عليها لانه بتوجع، بصير الشخص يطلب منا نخفف، بقى ما فينا نحن نخفف وما نعطي نتيجه، بصير هو مسؤول. ممكن تخلطوا اثنين ماشين على ذات البارت من الجسم مثلا، اذا في على الوجه ما في لنقول شعر ما عم بيروح، بتخلطوا نوعين ليزر؟ طبيعي طبيعي. هلا على طول نحن بنبلش بالماشين اللي بتشيل الشعر كله، وبس يبقى الوب بننقل على غير مكانه. هلا مبدئيا بالدويتو صرنا ما عم نعتز نقطع بمرحله الاي بي ال، يعني صارت من الدويتو يا دويتو بتشيل كل الشعرات وقسم كبير من الوبريت، واذا بقر فاتح فاتح بدل في الالكتريك. بشو اكثر شيء عندكم خبره بسيف بيوتي كلينك؟ يعني بتعملوا عده عمليات تجميليه، وبتعملوا ازاله للشعر، بتعملوا زرع للشعر، ليزر؟ هلا سيف بيوتي كلينك بفتكر انه المركز الاكثر شيء بيجيب تكنولوجيا جديده على البلد، ما يعني زرع الشعر من دون جراحه. اول جهاز جبناه نحن دويتو لازاله الشعر، كمان بكره رح تشوفي انه كيف الاي بي ال صارت العالم فهمت انه الاي بي ال قديمه، صارت تعرف انه ديود المنيح، بكره رح تعرف انه دويتو بعد اجدد واحسن. هي شو الماشين؟ هيدي ماشينه السفاره الفرنسويه اللي جبناها نحن اول شيء على لبنان. هي من شركه سفاره، من شركه ميديكامات. هيدي الماشين بتلقط الشعر بتسحبها وحده وحده، يعني ما عاد في لزوم للجرح اللي كنا نحكي فيه بزرع الشعر، كنا نشيل الجلده. هيدي مكنة شفت الهند العيد الشمال تجي مثل في براسه مثل كانيول، بيلقط الشعره بيبرمها وبيسحبها، ما دقينا بالبصله. بتوجع؟ لا ابدا، بنعمل بنج موضعي من ورا، وعلى طول الشعر بنشيله من ورا، لانه من ورا هي نوعيه الشعر المنيحه، والدليل على هيك بنشوف الشباب كيف ممكن يقرعوا كل راسهم بس من ورا بيبقى شعر. مشان هيك نحن بنشيل من ورا هالنوعيه المنيحه وبننقلها على منطقه ثانيه ما فيها شعر. بس هون بعد طبيب بده يستعملها، يعني بده بيسحب شعره بحطها على جنب، بيرجع بيسحب شعره بحطها على جنب. عندنا ثلاث ساعات قطف، هي الهند بتقطف ثلاث ساعات، بنشيل فيهم 1000 قطفه، نحن عم نشيل 1000 قطفه. بعد شوي بنحطه على جنب. كل قطفه يعني شعره؟ لا، القطفه فيها يا شعرتين يا ثلاثه يا اربعه حسب نوع الشخص. وما بتبين معنا الا بقلب العمليه ببين معنا، مشان هيك عم نحكي ب 2500 3000 شعره. اوكي. هون طريقه الشك، عم تشوف واحد عنده فراغ براسه من فوق في شك، في يعمل من قدام اذا بده يعرض الجبين شوي. البنات بيعملوا غره من قدام، في كثير بيعملوا حواجب، البنات بيزيدوا حواجب او بيغطوا تاتو بشعر جديد. بس نعرف انه هالشعره هي من نوعيه من ورا، يعني نموها منيح وحلوه وما بتموت، صعب تموت. الفرق بين هاي الجديده والقديمه، من زمان بس كنا نشيل الجلده ونقصقصها تتصير وحده وحده، كنا ندق بالبصلات، نحن عم ندق بالبصلات ننزع قسم كبير منهم، بقى كنا نحط 5000 شعره بس بيوقع نصهم. بهالطريقه لا، عم نشيل من ورا ونشك قدام. يعني كنتوا تاخذوا بارت اكبر من ورا كمان، من ورا خلف الراس ليكون عندكم هالقد شعر. كنا نشيل الجلده كلها وشعرات كلهم نستعملهم، بس في قسم كبير يموت لانه نحن عم نقصقص ننزعهم. امتى بيموت؟ بيموت بعد شهر. انتوا عم تقصوا ولا بينزرعوا وبيروحوا بعدين؟ نحن بنجرحها بس ما بقدر نعرف، بس نشكها بنلاحظ انه نصهم راحوا. بهاي الجديده لا، ما فيها الهدر، يعني الشعره بنشيلها من ورا، اذا طلعت مع بصلتها بنعدها، اذا ما طلعت بيكون بعدها ورا، يعني الشخص ما هدر شعر. وبس في يقولوا انه تتكون نتيجه حلوه، الشخص بده ينقي كف ايد بلا اصابع، مش اكثر من هيك مساحه. اذا عنده مساحه اكثر من هيك بده يعمل جلسه ثانيه ويمكن جلسه ثالثه. يعني الافضل واحد اذا عنده كل الراس من قدام بده شعر بده يبلش قسم، ببلش اجمالا بحط من قدام الشاب. اذا عنده اصابع كبيره ببلش قدام، بيرجع بحط وحده ورا، بيرجع بالنص، يعني بيقدر يشتغل مثل ما هو بفضل. كم مره بيقدر واحد يعمل هيك عمليه؟ هلا نحن من ورا عم نشيل وحده من 10، يعني اذا عملها 5 مرات ما بحس بفراغ ورا. والله ايه، واساسا ورا كميتهم كثير كبيره اكثر من قدام، واساسا اتجاهها نزول، يعني بخبي اكثر من المطلوب. مشان هيك الشخص ما في يعطي الهم انه يجيب يخفوا من ورا، ما بحس هالفرق ابدا. قد ايه انت بتنصح كم مره تنعمل هاي العمليه اذا واحد على حسب اجمالا الشاب بيعمل وحده لقرص الراس، في شباب بتعرض الجبين قدام، اذا عنده اكثر بصير بده وحده ورا، وحده قدام، وحده ثالثه من هون، يعني في احتمال يعتز ثلاثه او اربعه حتى اذا كان فراغه كثير كبير. بعد قد ايه بصيروا يبينوا طبيعيين؟ هلا اول ما بنشكهم بتطلع الشعره عاديه، وبعد شهر بتوقع الشعره بتبقى البصله محل ما شكيناها، وبعدين بصير النمو العادي اللي هو سنتي كل شهر ونص. يعني الشخص بعد شهر ونص شهرين تشوف الشعره بلشت تطلع، بس بيكون بعدها رقيقه، تتسمك بده يعطيها شهرين ثانيين. مشان هيك ليشوف نتيجه. بس في طريقه تمشيط، في كريمات معينه، في انتباه معين لحتى ما تهره الشعره تبقى محلها؟ اول ما بنشكهم يومين ما في دق فيهم، بعد يومين بصير في شطف تشطيف بمي فاتره من دون حافه لمده 10 ايام،
ومن بعدها حمام العادي والبدوية وقص عادي وكل شيء نورمال، حلاق عادي، شامبوان عادي، ما في أي مشكلة. يعني وبتضاين الشعرة وبتبقى وبتكون صحية، يعني ما بتوقع إلا إذا صار من وراء قرع، من وراء خف، وعلى الآخر يعني وراء بتعرفي ما بيصير عمره واحد 70 و80 سنة ما بيخضى من وراء أبدا، ما بيخفوا. مزبوط. إيه نعم، مشان هيك هيدي شعرتها مكفولة إجمالا. قد إيه بدها وقت العملية كلها بعدها؟ هي مشكلتها بدها 6-7 ساعات تتغطي كف إيد بلا أصابع. بيقدر واحد يعمل نهار القطف ونهار تاني زرع؟ لا ما بننصح، هي في طريقة إنه شعرة بس تشيلها بتضاين 48 ساعة من دون براد، بس بتفضل دغري. نحن بنفضل كله يكون بالسيف سايد، أحسن نتيجة ممكنة. نعملها بزيت النهار. هذا كله بسيف بيوتي كلينيك. إذا حابين تاخذوا تفاصيل أكثر فيكم تزوروا windowwedding.com، وفيكم أيضا تاخذوا تفاصيل عن مواضيع تانية على هالويب سايت ويندو ويدينج، اللي بتاح لكم الفرصة أنه تحضروا لكل حفلاتكم وللاهتمام بنفسكم وبأعضاء العائلة براحة وبسهولة. بعد البريك رح نكون مع تيستينج.